كان بيتكلم عن الفكر تحديدا، الفكر الديني اللي بيحتاج تطوير. خلينا نسمع الكلمة أحسن ونرجع نتناقش بعدها. خلينا نسمع الكلمة. الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس، يقدس بينا، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره، بيتناغم مع عصره، وده التجديد اللي بيتعمل على كل رأس 100 سنة أو أقل. يمكن إزاي إن احنا نعمل، أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه، لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجه ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده انا بقوله هنا في الازهر هنا امام رجال وعلماء الدين، والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. سيادة المستشار أحمد عبد وماهر، اللي بيحصل ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الناس اتشككت إيه القيم وإيه الأديان اللي تطلع تقتل وتدمر في الناس بالطريقة دي. بالمناسبة أنا بواجه في إطار مواجهة لك لخطر الدين، لأجل خاطر الدين، الدين كل الدين. الإشكالية اللي موجودة في عالمنا الإسلامي دلوقتي مش إن احنا نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لا نتبعها. كان بيقولوا بلاش إن احنا ناخد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وناخد القرآن فقط. يا ترى الإساءة بتاعتهم أكتر ولا الإساءة اللي احنا عملناها كفهم خاطئ وتطرف شديد في العالم كله؟ يا ترى سمعة المسلمين إيه في العالم؟ هذه صح، احنا رايحين في اتجاه بعيد قوي، وارجو ان انتم تنتبهوا. يعني الكلام ده دي رابع او خامس مره اتكلم معاكم فيها جميعا. بقى بشوف العجب والله بشوف العجب. انا سالت سيد رئيس الجهاز على بعض البيانات كده بظروفها، بقول له يا ترى اخبار احنا نسبه الطلاق عندنا قد ايه؟ فقال احنا اللي بيتم زواجهم في مصر 900,000 كل سنه، بس في خلال 5 سنين ال 900 دول 40% منهم، اذا كنت انا فاكر الرقم هو مش كده يا فندم؟ ها؟ ايوه يا فندم. فاتفضل يا فندم. فقال لي ان 40% من حالات الزواج ديت اللي هي 900,000 بيتم انفصالهم بعد 5 سنوات. مش كده يا فندم؟ طب كويس. انا على كل حال برجع الكلام تاني مره تانيه ان نسب الطلاق اللي عندنا نسب كبيره قوي، وانا بقول له طب احنا بنوثق الزواج، طب احنا وفضيله الامام قاعد موجود معانا النهارده نخلي الموضوع، يعني لما يكون في عدد 150 و 160 الف بيتم طلاقهم في سنه ولا اتنين، ده معناه اسره شاب وشابه انفصلوا بما يعنيه ذلك، ثم اذا كان عندهم اولاد برضه بما يعنيه سلبيات هذا الانفصال على الاجيال. احنا هنفضل نخلي عمليه الطلاق بعد كده بيروح للمأذون وبيعملوا اجراءات، لكن احنا كدوله معنيه بالحفاظ على مجتمعها ما تطلعش قانون. وانا بقول الكلام ده لان احنا بنحافظ على امه بدل ما تتحول لأطفال في الشوارع أو سلوكيات مش مظبوطة. ما نطلعش قانون يقول إن لا يتم الطلاق إلا أمام
مأذون عشان ندي فرصة للناس إنها تراجع نفسها ما يبقاش بكلمة بيقولها كده؟ ولا يا فضيلة الإمام تعبتني يا فضيلة الإمام. خلي بالكم أنا شايفين الصورة دي؟ بصوا في شكل شيخ الأزهر تحسوا كده إنه هينفجر، يعني من غاز ومتضايق ومتعصب ليه السيسي قعد حارس بينهم الاثنين، ومش اي حارس، ده حارس طوله 2 متر. طب ما هو انت اللي جبته لنفسك يا سيدنا الشيخ، ما انت اللي ماشي ضد السيسي في كل حاجة، كل حاجة يقولك عليها ما بتعملهاش، يقولك نظف الخطاب الديني ما بتنظفوش، شيل الاسرائيليات من التراث ما انتش عايز تشيلها، اعمل الطلاق يكون طلاق قدام مأذون تقول لا، يعني كل حاجة بيطلبها السيسي شيخ الأزهر ماشي ضده نيشان. السيسي عايز يظبط في البلد وشيخ الأزهر عايز يدمر في البلد. لما يعمل الطلاق بمجرد كلمة ما هو ده خراب للأسرة، يعني المفروض الطلاق يكون قدام مأذون، يمكن الرجل يمكن الناس تعقل وربنا يهديها وما تتطلقش.